الجميل أكيد كما حكينا قبل الموسيقى. موضوعنا اليوم هو ظاهرة الصيد العشوائي التي أصبحت تهدد الثروة السمكية في سواحل صفاقس، وكذلك تهدد قطاع بأكمله، وتهدد مورد رزق المئات إن لم نقل الآلاف من الناس اللي تتعاطى في هذه المهنة، هذه المهنة الأصيلة اللي فضلها كبير على البلاد وعلى الجهة، واللي تعيش في عائلات وربات أجيال. إذا اليوم ظهر هذه علاش اليوم استفحلت، علاش ما عادش نحكيه على ظهرة الحقيقة، صرنا نحكيه على واقع، على ممارسة يوميا تصير بمرأة وعلى مسمع من الجميع، من السلطات، من الهياكل المهنية، ولكن لا من مجيب، لا من متصدي لهذه الظاهرة، ظاهرة متواصلة ومستفحلة خاصة في بعض السواحل. سواحل قرقنة هي من السواحل المستهدفة والسواحل اللي تعاني الحقيقة من هذه الظاهرة. الحديث على موضوع الصيد العشوائي، مظاهره، أشكاله، عواقبه وانعكاساته، وكذلك الآليات والمقاربات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة. سعيد جدا باستقبال السيد منير خشارم، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقرقنة. سي منير مرحبا بيك، عايشك. شكرا ليك. للسيد محمد لسعد بن عويشة، مجهز بحري صيد عميق، ممثل عن الاتحاد الوطني للبحارة. سي محمد مرحبا. مرحبا بيك سي احمد. شكرا ليك. والسيد محمود الشعبوني عن قسم الصيد البحري وتربية الاسماك بصفاقس. سي محمود مرحبا. مرحبا بك عايشك. شكرا ليك. الانطلاق معك سي منير، يظهر لي اليوم هتمشي مباشرة لصلب الموضوع لما نحكيه على صيد عشوائي ونحكيه على ظاهرة الكيس والكركارة في قرقنا. نحكيه على ثروة مهددة، نحكيه على ثروة سمكية، ثروة بحرية مهددة، واللي يقول قرقنا يقول القرنيط. اليوم يظهر لي القرنيط هي من الأنواع السمكية المهددة بجدية ومهددة فعليا، انه تمسها ظاهرة هذه، ربما حتى تمس من استقرارنا على مستوى هذه المادة وتزويد أسواقنا بهذه المادة. شكرا على الاستضافة. الموضوع بالنسبة للصيد العشوائي في قرقنة هو ظاهرة متفشية، لكن للأسف ما هيش ظاهرة أساسية، لأن اليوم أصبحت واقع والدولة تتحمل مسؤوليتها. اليوم ما عادش نجم نحكيه على الكيس بالصيد العشوائي، لأن الصيد بالكيس أصبح ظاهرة وأصبح واقع موجود في كامل السواحل التونسية. أنا نأكد لك اللي معناها الكيس مش شابة حتى الصغيرة، وعدد البحارة معناها في تزايد. اليوم بعد استفحال هالظاهرة هذية ما نجيوش نقولوا ما لا من معناها من مستمع ولا من حارس على الشيء هذا باش يوقف الظاهرة هذه. الظاهرة هذه أصبحت واقع بالنسبة لنا احنا كبحارة في جزيرة قرقنة، أصبحنا غير معنيين بما يحدث. بالنسبة لنا احنا ما طلبنا الوحيدة في قرقنة هو انه البحار البسيط يخدم على روحه ويعيش. المشكلة هذا مشكل الكيس هو ظاهرة أصبحت واقع في ولاية صفاقس وفي الجمهورية التونسية الكل. ما على الدولة إلا الجلوس مع المهنة ومع البحارة، لأن هذه أصبحت تمثل معنا فئة كبيرة ياسر، وهذا يراه واقع ولازم نكونوا منطقيين. يلزم إيجاد حل وتسوية وضعية كاملة في قطاع الصيد البحري. سي منير، أنا اخترت بالانطلاق بنقطة القرنيط تحديدا، علاش؟ لأنه الموضوع ربما لما نناقشوه ونعالجوه من المنحى النظري ربما نغرق برشا في النظريات وفي السياسات وفي الإجراءات وفي سوف والتسويف، وربما هذا المعجم اللي فدينا منه ملينا منه واحنا محتاجين الى اجراءات. اليوم هات نحكيو بالملموس وبالواقع. اليوم قرقنا معروفة بالقرنيط، اليوم البحارة في قرقنا في احتقان، علاش؟ لانه ثروتهم من القرنيط مهددة اليوم، هكا ولا سي منير؟ هي الثروات الكل مهددة، لكن المشكل بالنسبة للبحارة اليوم اللي يعيشوا حالة احتقان هو من الادارة ومن عدم تعامل السلطة وبالأحرى هي الوزارة والإدارة العامة للصيد البحري ومع تكنولوجيا البحار والمصالح الكل من السلطة التنفيذية، من السيد الوالي، من السيد المعتمد، المصالح الموجودة الكل في الولاية. لأنه اليوم البحار تمنع عليه القرنيط لأنه الموسم مازال ما حلش، وفما ناس تصطاد في القرنيط وناس تخدم. يا هل ترى البحار البسيط هذاك من حقه باش يخدم وياكل خبزة كيف الناس، وإلا يقعد يستنى حتى تحل أنت الموسم؟ صحيح فما إجراءات وفما معنى بحث علمي وفما ناس تتبع في حجم القرنيط والمحافظة على الثروات، لكني
اليوم وقت اللي انا بحار بسيط نخدم بصيد تقليدي وعندي مساعي متاعي ما نجمش نمشي نصطاد فيها ويجي غير يصطاد عليها، هذا هو الشيء والظلم اللي يحس به البحار في قناة. يعني فما بحار صغير قاعد يلتزم وينضبط للقانون والإجراءات، فما بحار أخرى فوق القانون وفوق السلطة وقاعدين يمارسوا في صيد النوع هذا الحيوان اللي هو القرنيط في غير موسمه وما يهدد الثروة. هذا نطلب نحن التفسير من الإدارة العامة للصيد البحري في الموضوع هذا، لأنه الناس قاعدة تصطاد في القرنيط وحتى البالانسي يخرج يجيب القرنيط، الناس الكل تجيب القرنيط ولكن البحار البسيط اللي باش يمشي يصطاد القرنيط بالطرق التقليدية نتاعو ما عندوش الحق، ممنوع عليه. كيفاش هالموازنة هذه؟ كيفاش هالمعادلة تصير؟ لأنه موسم القرنيط لم يحل بعد. لأنه موسم القرنيط مازال ما تمش معناها فتح الموسم تاع القرنيط، نستناه ولحد الآن معناها في الإجراءات اللي تقوم بها مع تكنولوجيا البحار، وبعد تعدل مصالح السيد وزير الفلاحة، وبعد السيد وزير الفلاحة يبعث المقرر، معناها أمور تاخذ وقت وقت اللي القرنيط يتهز ويوفى يظهر لي سيمويا المشكل مش فقط أنه الصيد تاع القرنيط قاعد يتم في غير الموسم القانوني نتاعو، يظهر لي حتى شكل الصيد هو شكل ممنوع وشكل غير قانوني وعشوائي. هو شكل غير قانوني وعشوائي، وأصبحت طرق كثيرة ياسر لغياب الدولة. أخي القرنيط يصطادوه حتى في الصيف، حتى كيف الموسم ناس تصطاد القرنيط، هذا تهديد للثروة السمكية وللثروات اللي عندنا في تونس. نحن بالنسبة لي نحن كبحارة المطلب الوحيد متاعنا بحارة صيد ساحلي، بحارة صيد تقليدي، المطلب متاع الوحيد متاعنا هو حمايتنا على الأقل على مستوى ميل اثنين ثلاثة أميال وين تصطاد العباد. البحارة البسطاء، البحارة الصغار، الناس الزواولة اللي يخرج باش يقتات، على الأقل نحفظ لهم، خاطر من المروءة ومن الإنسانية أنه اي انسان ما يرضاش انه يقطع رزق غيره. فما ناس زواولة تعيش، نخلي ولهم بلايصهم وين يخدموا على رواحهم. بلغة اخرى ونتكلم سامحني بالعامية خاطر نحب الميساج يوصل للبحارة اللي هم يتعطاو جميع النشاطات، والبقية المشكل الاخر مشكل مع الدولة. احنا غير مسؤولين، احنا نطالب بحمايتنا في رزقنا، والمشاكل الاخرى تتحملها الادارة والوزارة والدولة. البحار في خلقنا اليوم شو موقف مظاهرة هذه؟ البحار اللي هو مهتم بسلامة السواحل وبسلامة الثروة السمكية، البحارة كلهم مهتمين بسلامة السواحل، والبحارة كلهم ما همش راضين بالصيد العشوائي. لكن للأسف الشيء اليوم أصبح معناها مفروض على البحارة، لأنك أنت اليوم كي تتعامل مع بحار راك تتعامل مع بحار بسيط، إنسان تلقائي يخدم على روحه. اليوم بحار يقول لك أنا ما نخدمش الصيد العشوائي، وغدوة تلقاه يمشي يخدم الصيد العشوائي، على غلب ما عنده ما يخدم. صغار البحارة المتضررين اليوم اللي هو مضرور، اللي هو معناتها مستهدف بهذه الظاهرة اليوم. شنو وضعه؟ شنو وضعيته الاجتماعية؟ شنو وضعيته ربما المهنية؟ ما نقولوش احنا مستهدف، لكني هو مضرور، لانه فما بحارة بسطاء صغار، فما بحارة اللي بلغتنا احنا عنده فلوكة واربور معناه يمشي يخدم وحده بمفرده على الزورق متاعه، وفما بحارة قراب معناها ناس بسطاء يخدموا صيد تقليدي 100%. اليوم اصبحت يتعرضوا المضايقات، معناها يخافوا على المعدات متاعهم، ما ينجمش ياخذ راحته هو يخدم، ما معناها يعيش حالة احتقان كبيرة ياسر، لانه هو الهدف متاعه شنو هو؟ انه يخرج ويجيب قوته اليومي لا ازيد ولا اقل. بالنسبة لنا احنا نطالبوا حاجة بركة، انه الناس اللي تشتغل تكون عندها عين متاع معناها نظرة واحساس بكونه راه فما ناس تاكل في الخبز، يبعدوا عليهم، يخدموا هما، يخدموا على رواحهم والاخرين يخدموا، ويقعد الموضوع العام نتاع الصيد العشوائي هذا مشكلة الدولة. يلزم تلقى حلول ترضي الناس كل، اللي لانه الناس اللي يخدموا في الصيد العشوائي هذا عندهم توا اكثر من 20 سنه، والدوله معناها وقت اللي تهاونت والعباد صرفت مئات الملايين واصبحت ظاهره معناها واقعيه. بالنسبه لي انا كبحار وكممثل للمهنه ونعيش، انا عندي منظورين من جهتين، منظورين متاعنا من جهتين في جميع النشاطات يخدموا. فما ناس اللي دخلت تخدم في الكيس مفروضه، تقول لك انا ما عادش عندي ما نخدم، ما عنديش. لكن احنا ما نجموش في اي حال من الاحوال سي منير نبرر، لا مانيش نبرر، احنا وتجاوز نحن ناس مطالب منا ان نبسط الموضوع بالواقع بالشيء الموجود. اليوم الدوله
مطالبة أني تلقى حل في إعادة برمجة وتطبيق القانون. نرجع لك شاطين مقترحاتك للدولة ولوزارة الفلاحة لمعالجة هذه الظاهرة. مشي معك سي محمد سعد بن عويش. أنت اليوم أنت من سكان قرقنا ومن بحارة قرقنا ويذر لي وعندك وعي واطلاع معناتها بالواقع هناك. اليوم أكيد البحار نجم البحار في هذه في الجزيره نجم يكون واقع تحت ضغوطات انه هو يستعمل اشكال صيد عشوائيه، لكن بالنهايه هو يهدد هذه الثروه السمكيه وهو يمس من التنوع البيولوجي في سواحل قرقنا. اليوم شنو اللي يخلي البحار في قرقنا يتجه نحو هذا المنحى؟ هل هو الرغبه في الربح الوفير، الرغبه في انه هو يراكم ثروه، ام انه ربما ظروف اجتماعيه اليوم صارت قاسيه وصعيبه على كل البحاره اللي خلاهم يمشيوا في الاتجاه هذا؟ شكرا اخ احمد، وتحيه اليك والى كافه العاملين باذاعه ديوان افام. انا والله حبيت ان نعطيك بسطة صغيرة سي احمد فيما يخص هالمشاغل وهالمشاكل وهالصيد العشوائي متاع هالثروات البحرية اللي قاعدة تنقرض شيئا فشيئا. انا نقول لك اول حاجة هو المسؤول الكبير هي وزارة الفلاحة. وزارة الفلاحة فما فشل كلي من الوزير حتى الكاتب الدولة حتى المدير العام حتى المندوب الجهوي، ما فماش ارادة وما فماش ناس واعية تحب تنظم هالقطاع هذا اللي عنده سنوات هو يشكي. القطاع هذا مش منظم بالكل. احنا قداش معناتها ندينا باش الحكومه ولا رئيس الدوله ولا كذا يا خويا يبعث وزاره الصيد البحري يزينا من وزاره الفلاحه والموارد المائيه. هذا ماذا بينا احنا وزاره الصيد البحري خاصه بالصيد البحري. فيما يخص انا نقول لك الظاهره نتاع مثلا نتاع القرنيط، ظاهره القرنيط. القرنيط قبل كانت كنا تطلع القرنيطة تبارك الله بسبعه بثمانيه بتسعه كيلو وكانت تسرح القرنيطه. اليوم قداش فما الاف الدراين قاعده. الاف الدراين قاعده مرميه في سواحل جزيره قرقنا. معناتها الكعبه القرنيط من حيث تولد تدخل في الدرينه سي ماتت. ما كانش شكل القرنيطه اللي تسرح وخاصه هي تمشي تاكل لحتى الفقرون. هو كان هالدراين تتنحى تو تشوف الكميه نتاع القرنيط برك الله تولي ما شاء الله. اما احنا القرنيطه الله غالب هيك التفكير نتاعنا. قد ايه وزن القرنيطه اليوم قاعده القرنيطه تدخل الدرينه حتى 200 غرام 150 غرام 200 غرام من نفس الرطل. وتتشد غدو يجي يطلعها ما يخليهاش تشي. في الكويت السيمونيل كان يقول لي حتى 50 غرام نلقاها ساعات. بل في الصيف فما كان يتحط 50 غرام تحصر في الدرين. قبل كانت بالقارور وكانت قبل بالحجر. كانت حتى تطلع كعبتين ثلاثة قرنيط معناتها المعيشة نتاعك مريقلة. اليوم يا اخي القرنيط طول العام سنوات صيفا خريفا شتاء ربيع الدرين ديما مرمية وكعبة القرنيط ديما تدخل للدرينة. ما فماش ما كعبة القرنيط اللي تسرح. هو المواطن البسيط ويتساءل سي لسعد يقول لك قبل وقت الخير يسميه هكا يقول لك كانت كعبة القرنيط توزن 5 و6 و7 و8 كيلو يقول لك ما عادش تشوفوها في الاسواق. وهما يسالوا على السبب ويظهر لي السبب هنا ما فماش سبب اخر بخلاف الصيد العشوائي وخلاف. لا فماش فما سبب اخر هو الدرين. الدرين وكانت تتنحى الدرين من الشريط الساحل وكان سيمونير يوافق تو تشوف القرنيط قداش تولي. ما فماش هذه القرنيطه ما بقاش تكبر يجيبوها صغيره من وقت من الصيف وقت تطيح كعبه القرنيط ما فماش. احنا اليوم حتى الفكرون هذا ما يسمى بداعش داعش هذا وكان كانت كعبه القرنيط تسرح موجود كعبه القرنيط تبارك الله تولي حتى توزن 10 11 كيلو وفما حتى طلعت حتى ب 10 11 اليوم ما لقيتش ثقافه بالكل. اليوم قرنيطه جويد ما فماش. وفما حاجه فما زاد الاراده نتاع الدوله نتاع وزاره الفلاحه فماش اراده ما عندناش بحث علمي. يكذب عليك اللي يقول لك انا بحث علمي، معليش بحث علمي. بحث علمي تسمع كان في البيروات ولا في التصور. انا عندي 40 سنه بالبحر ما فماش البحث العلمي، عمره ولا نهار بحث علمي اعطانا فكره. يا اخي راهو القرنيط موجود، يا اخي راهو الفكرون نتاعنا انقرض، يا اخي راهو اسمه البابوش نتاعنا بوكرون انقرض، ما فماش ما لقيتش تلقى كعبه. علاش يا اخوي السبب هذا؟ ما فما شيء، يا اخوي من فضلك يا اخوي راهي ثروات بحريه وراهو الامن الغذائي المواطن راهو واجب، الناس مش تاكل. مع الغلاء هذا مش مستاكل. ما خيناش ما فماش اذان صاغيه، ما تسمع حتى واحد، تسمع كان البلاتوات هو جلسه حول الصيد البحري او قطاع القرنيط او قطاع القمري ولكن بدون جدوى. ما فماش. انا تو قداش تو ثمان سنين هذوما الا ما تعداهم انا ما لقيناش حتى شيء ايجابي، السلبي اكثر من الايجابي. معناتها الناس قاعده تخبط في ديون وكل شيء والناس والدوله كل واقفه فما حد شيء. ما فماش حتى شيء ايجابي. شكرا لك سي اسعد الحقيقه على الكلام على القطاع وعلى القرنيط تحديدا في قرقنا. يعني علاش المهتم برشا بالقرنيط في قرقنا؟ لانه اعتقد انه كل جهه عندها خصوصيتها
وكل منطقة عندها حاجة تمتاز بيها والناس حتى تزورها من أجل ربما الثروة هذيك. أكيد معناتها التوانسة في كل ولاية الجمهورية وحتى من خارج الوطن يزوروا قرقنا على خاطر قرنية قرقنا في بعض الأحيان. إذا كان الثروة هذه والنوع الحيواني هذايا النوع السمكي هذايا باش نفقدوه ولا باش يتمس ولا باش ربما يتهدد في سلامته وفي معناتها وفي الظروف الملائمة لتكاثره ولعيشه يظهر لي ما نجمو إلا نرفع كل نواقيس الخطر قدام أشكال الصيد وقدام الممارسات اللي يأتيها البعض ربما بسبب ظروفه الاجتماعية بسبب يعني الصعوبات اللي يعيشها، لكن يظهر لي مصلحة القطاع ومصلحة البحر ومصلحة الثروة مقدمة على كل المصالح الأخرى. سي محمود شويخر باش نرجع لك تحكي لي على موقف مندوبية الفلاحة من هذه الظاهرة. اليوم أنتم واعيين عندكم وعي وعندكم علم باللي قاعد صاير في المستوى هذا ولا؟ وإذا كان عندكم علم